رمضان شهر الله رمضان شهر الله رمضان شهر الله هل هلال لتعم فينا رحمة أفضل رمضان شهر الله هل هلال لتعم فينا رحمة أفضله من صامه لله طاب مقاله وسمت عن الدنيا به أفعله رمضان 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 شهر الله شهر الله المؤمنون توحدت أرواحهم بصيامه وتطهرت بقيامه وتطهرت بقيامه المؤمنون توحدت أرواحهم بصيامه. صباح الخير سالي. سعد صباحك يا فرح. كيفك اليوم؟ تمام. مع الجو اليوم هيك في نسمة حلوة. في نسمة حلوة بس إن شاء الله ما تشوي بعد شوي. هلا أكيد دائما الظهر عم تقلع عم يقلب الجو شوي عم بيصير شوب أكتر. ما نحنا بدنا نتمنى يكون دائما الصيام مريح ويخفف التوب والشوب والتعب على الجميع وخاصة على أبطالنا في الجيش العربي السوري. نتمنى لهم دائما يكونوا بصحة بدنية وصحة نفسية. نتمنى لهم الخير والسلام ويرجعوا آمنين سالمين وخاصة بهي الجمعة المباركة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم يلي دائما عم نحاول نطلع عليكم بإطلالة مميزة وضيوف أيضا مميزين بمواضيع من اختياركم عم بتكون. اليوم تحديدا رح يكون معنا مواضيع متنوعة بما أنه اليوم العالمي للامتناع عن التدخين رح يكون لنا وقفة خاصة بهذا الموضوع. الثقافة والفن أيضا رح يكون له وقفة جدا مميزة بالإضافة للحالة النفسية اللي كلياتنا بنحاول أنه نرتقي فيها خاصة بهذا الشهر. كل هاي المواضيع رح نبداها اليوم ببرنامجنا ولكن أكيد أرجع على صبح على سالي. صباح الخير مرة ثانية سالي. يسعد صباحك فرح. ومثل ما قلتي إن شاء الله هالشوب هيك صيام بيكون هيك خفيف والشوب أيضا على أبطالنا على جبهات أبطال الجيش العربي السوري. أكيد صباحكم مشاهدينا صباح كل مين قرر أنه يرافقنا بمشوارنا الصباحي لليوم. رمضان كريم مرق رمضان هيك مثل لمح البصر ما حسينا فيه. أكيد أجواء كانت ساحرة أجواء دمشق. كل الشكر لمطعم قصر اللؤلؤ يلي استضافنا طيلة شهر رمضان المبارك. أكيد شكر موصول لعالية الغبرة أيضا يلي كانت مصممة العبايات اللي لبسناهم بشهر رمضان الكريم. فاصل صغير مشاهدينا وكونوا معنا. طبعا سالي مثل ما تعودنا دايما عم نبدأ صباحنا بمجموعة من الأخبار المنوعة الطريفة الجديدة. خلونا نتابع مع بعض من هالتقرير. بداية أخبارنا المنوعة رح نبدأها من باريس على أنغام الموسيقى الكلاسيكية وبأزياء مميزة تعود للقرن 18. شارك المئات بحفل بقصر فيرساي إحياء لذكرى ملكة فرنسا ماري أنطوانيت اللي اشتهرت بحياة الترف والبذخ.
وإلى بريطانيا رح ننتقل بخبرنا التالي، فقد نظم العشرات مسابقة كرة الجبن المتدحرجة. يقام هذا السباق السنوي بعطلة الربيع بالقرب من مدينة غلوستر، ويشارك فيه أشخاص من أنحاء العالم. وخبرنا هلأ لعشاق القهوة، هل من الممكن أن تدفع $75 ثمن فنجان قهوة؟ ببيع مقهى كلاتش كوفي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية كوب من القهوة بسعر $75. تصنع القهوة من حبوب بن تزرع ببنما، تباع حبوب البن المسمات إلدا جيشا الطبيعية مقابل $1,700 للكيلوغرام، وتعتبر أغلى أنواع القهوة بالعالم. يعني فرح أخبار منوعة وغريبة من نوعها. آخر خبر عن القهوة، هلا أكيد مين ما بيحب القهوة، كلنا بنعشق القهوة، بس $75 لفنجان قهوة أنا ما بدفع. خلينا نقول صار اليوم عم نشربه بأرخص بكتير من هيك أسعار، لكن صحيح. دائما بيقولوا إذا بدك نكهة يمكن كتير مميزة أو هيك، فهنا يمكن في بعض الإضافات يمكن، بس هي بالحالة اللي بتخلقها فعلا بتساوي يمكن أكتر بكتير من $75. هلأ إذا كنا مقطوعين وما في أي ممكن أنه نقدر نشربها بأي سعر كان، بس طيب سالي، يعني دائما بأخبارنا المنوعة بنحاول نلتقط الشيء الطريف منه ونعرضه. خلينا هلأ منشوف رأي يمكن المشاهدين إذا ممكن يدفعوا مبلغ على فنجان قهوة. أما هلأ خلينا نروح ل 31 أيار، شو صار بمثل هذا اليوم منتابعه بالتقرير التالي. اليوم 31 أيار، عبر الزمن وسنين شهد اليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم، مثل اليوم من عام 1910 استقلال جمهورية جنوب أفريقيا، وبعام 1934 الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة، وبعام 2002 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 17 والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية. ومن الشخصيات اللي شهد يوم 31 أيار على ولادته، فبعام 1887 سان جون بيريس شاعر فرنسي حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1960. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، فبعام 1809 جوزيف هايدن موسيقي نمساوي. 31 أيار هو اليوم العالمي للكف عن التدخين. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 31 أيار. نهاركم سعيد. مثل ما ذكرتي ببداية صباحنا فرح أنه اليوم 31 أيار هو اليوم العالمي لمقاطعة التدخين، وبركز لهالعام ضمن شعار مطروح على السلامة الرئوية. خلونا نتابعها بالتقرير التالي. تحتفل منظمة الصحة العالمية في 31 من أيار من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وتتيح الحملة السنوية فرصة سانحة من أجل إذكاء الوعي بالتأثيرات الضارة والمميتة لتعاطي التبغ والتعرض للدخان الغير المباشر. ومحور تركيز اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ لعام 2019 هو التبغ والصحة الرئوية، وسوف تؤدي الحملة على إذكاء الوعي بالجوانب التالية:
التأثير السلبي للتبغ على الصحة الرئوية من الإصابة بالسرطان إلى الأمراض التنفسية المزمنة. الأهمية الرئيسية للرئتين في تمتع الناس كافة بالصحة والعافية. يعتبر تدخين التبغ هو السبب الأول للإصابة بسرطان الرئة، مسؤول عن الأمراض التنفسية المزمنة مثل الانسداد الرئوي. كما أن الأطفال المعرضون لسموم دخان التبغ داخل الرحم عبر تدخين الأم أو تعرضها لدخان التبغ غير المباشر تكثر إصابتهم بقصور في نمو ووظائف الرئتين. وعلى الصعيد العالمي تشير التقديرات إلى وفاة 165 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة بإصابات الجهاز التنفسي السفلي التي يتسبب فيها دخان التبغ غير المباشر. كما يمثل دخان التبغ شكلاً بالغ الخطورة لتلوث الهواء داخل الأماكن المغلقة، فهو يحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، 69 منها معروف أنها تسبب الإصابة بالسرطان. أكيد سالي رح نبقى بهذا الموضوع، اليوم العالمي لمقاطعة التدخين، يعني موضوع جدا مهم بهم كتير من الأشخاص يلي فعلا عندهم رغبة حقيقية بالتوقف عن هي العادة يلي ده هي أكيد عادة كتير سيئة. هذا الموضوع رح نحكي أكتر عنه وشو هي الأعشاب كمان يلي بتساعدنا على التخفيف من آثار التدخين. رح نحكي عن هي المواضيع وكتير من الأسئلة والاستفسارات مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. صباح الخير دكتور. صباح. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيك دكتور شادي. يمكن فئه المدخنين اللي هلا عم بتتابع موضوعنا شوي رح في منهم رح يطنشوا شوي، ولكن لا بدنا اياهم يركزوا كثير منيح لسلامتهم الرئويه، لاي درجه التدخين مضر بصحه الشخص برئتينه بكل تفاصيل جسمه. الحقيقه بدنا نكون منطقيين وواقعيين، نحن اليوم التدخين هو حاله عند البعض هي عادة سلوكية، يعني هو فنجان القهوة الصبحيات بده يكون معه سيجارة مثلا، بعد الغداء بده يكون في سيجارة، ففي حالة من الاعتياد السلوكي وهو ليس يعني اعتياد على مادة النيكوتين وإنما على شكل التدخين. وفي ناس بيكون لا، المشكلة عندهم وصلت لمراحل متقدمة وهم بحاجة ماسة لاستخدام النيكوتين اللي عم يجيهم من خلال التدخين بهالطريقة. طبعا يعني كل الدراسات والأبحاث أكدت بأنه يعني الأضرار اللي عم بيسببها التدخين من خلال يعني عادة وإدمانه عم بيكون له تأثير سلبي جدا على كثير من المعطيات الفيزيولوجية بالجسم، وخاصة موضوع السلامة الرئوية اللي هو موضوع يعني السنة اللي عم يشتغلوا عليه السنة. حقيقة في كثير حالات وإصابات بالصدر ناتجة عن استخدام يعني التدخين، مو بس عن النيكوتين، عن المركبات الكيميائية السامة الثانية الموجودة فيه. طبعا نحن بدنا نكون منطقيين، نحن انا يعني رح اعمل مداخلة لها علاقة بانه يعني هلا في عنا شيء ساعد اذا بدنا نحن بالفعل، وفي عنا الرغبة متوفرة ونحن نستغني عن التدخين، في أدوية كيميائية ونباتية صارت تساعد كمعاوضة وتساعد على التخلص من هذه العادة، وبدأ التزام بكورس معين، وهي الآلية بسيطة جدا، هي نحن في عنا مستقبلات للنيكوتين موجودة بالجسم ونحن عم نقوم بعملية يعني تنافس نحن بمركب آخر يشبه الشكل تبع النيكوتين ويقوم ب يعني منع الحاجة حاجة الإنسان للنيكوتين، وبالتالي ما ضل في عنا الحاجة للنيكوتين. مع وقت المعالجة بيتم بالفعل التعافي من حاجة الإنسان للنيكوتين. في حالة تانية هي اعتياد السلوك، فبالتالي في عنا سيجارة إلكترونية، وفي أشكال أخرى للنيكوتين ممكن استخدامها سواء بشكل فموي أو بشكل يعني لصاقات جلدية أو غيره من الأشكال اللي ممكن تساعد حقيقة الأشخاص على يعني التوقف عن التدخين. بس أنا لحتى أكون موضوعي اليوم رح أحكي عن النباتات اللي هي بتساعدنا كمدخنين، إذا افترضنا نحن أنه في عنا مدخنين وحابين يخففوا من التأثيرات الجانبية لهذا الدخان. أنا اليوم أول شيء بدي بلش بقصة مهمة كتير. اليوم بالهند على سبيل المثال عم يستخدموا الأوكاليبتوس، النبات اللي كتير مشهور عنا اللي بنسميه كينا الشام، بديل عن التبغ، يعني بدل التبغ عم يحطوا أوكاليبتوس مطحون وبيدخنوه بيعطي رائحة عطرية. وبالمناسبة النبات الأوكاليبتوس
يعني هو طعام مفضل لدب الباندا، هو بياكله بشكل رسمي وهو بيعطيه رائحه عطريه. كيف بيحرقوه؟ مثل ما بيحترق اللي هو له طبعا. نحن عمليا هي الورق تبع الاوكاليبتوس اللي هو متوفر كثير، عاده نحن بنعرف انه هو من نواتج احتراقه او حتى تبخير الزيت العطري تبعه بيعطينا روائح عطريه، روائح عطريه لها تاثيرات تنفسيه مهمه جدا. هي انا يعني شفت هذا النوع من يعني من الدخان موجود بالاوكاليبتوس وليس بالتبغ، وبالتالي بقي جزء من الاضرار بس خسر يعني ما ضل موجود مشكله خليني اقول النيكوتين الموجود. طبعا اكيد غير طعم، ما راح يكون مثل بالنسبه للمدخنين طعم اخر. بس نحن اليوم اذا بدنا نحكي شو هي الاعشاب اللي ممكن تساعدني انه انا اعمل يعني تخفيف. الحد الاعلى من السلامه الرئويه للمدخن اللي عم يحاول يخفف قدر المستطاع. نحن مثل ما احنا شايفين اليوم البابونج هو حقيقه من النباتات المهمه جدا جدا اللي ممكن طيبة استخدامها يعني. وطبعا نحن معتادين عليه اليوم بمجتمعنا، ومثل ما احنا شايفين اكليل الجبل والزعتر البري. انا اخترت ثلاث نباتات لانه هدول اهم نباتات ممكن استخدامهم لموضوع عنايه بالصدر. بالوسط في قطعه اللي هي بنسميها العكبر او البروبوليس. العكبر او البروبوليس هو صمغ بيستخدمه النحل لحمايه يعني خليه النحل، والحقيقه وجدوا بانه هذا الصمغ هو بعد تكثيفه والحصول عليه بهذا الشكل او باشكال اخرى ممكن يكون بشكل يعني اشكال فمويه او حتى محاليل او حتى شرابات مفيد جدا لانه له تاثيرات طيبة كتير. طبعا رائحه عطريه، نحن هون عم نحكي عن مركبات ذات الرائحه العطريه والحقيقه لها فائده مهمه. هلا كيفيه الاستخدام هو الفكره الثانيه. نحن اليوم البابونج هو مركب يمكن استخدامه لحمايه الجهاز التنفسي بشكل جيد جدا، له دور ايضا للتخلص مشاكل السعال، ايضا له دور بقتل الجراثيم المسببه لبعض الالتهابات الرئويه. دراسات كثيره عن اكليل الجبل واليه استخدامه في تخفيف طبعا حاله خلينا نقول الانتانات الصدريه المترافقه مع بعض انواع الجراثيم، وخاصه انه يعتبر مضاد للاكسده ايضا وله دور مقشع. بالنسبه للزعتر بانواعه سواء كان نحن سوريا مشتهره بانواع كثيره من الزعتر، من ضمن نحن نحكي عن زعتر الشنجليش، وفي عنا نوع اخر اسمه زوبع اللي هو منتشر بالريف السوري. هي كل انواع الزعتر الموجوده ممكن استخدامها مع الانتباه انه تكون يعني محفوظه ضمن بعيد عن الحراره والضوء لانه فيها ماده عطريه اللي حضرتك شميتيها واللي نحن بهمنا نحافظ عليها لحتى ناخذ تاثير. طبعا كل هذا اللي ذكرناه ممكن يستخدم نحن في البيت، نعمل وصفه من هالمركبات الثلاثه اللي هي الزعتر مع البابونج مع النعنع الفلفلي مع اكليل الجبل، ويتم شربها بشكل يومي لنساعد بتخفيف حاله تراكم القشع او البلغم في الصدر ومساعده على تخفيف حاله الانتانات اللي هي ممكن تصيب الطرق التنفسيه العلويه واللي هي مرتبطه ببعض انواع الجراثيم. وهيك نحن ما بنكون اخذنا، يعني نحن في عندنا نقطه مهمه جدا وهي سلوكيا اساسيه. نحن كل واحد فينا معرض للاصابه بانواع الجراثيم، تبدا الاصابه عاده باصابه فيروسيه بعد شوي بتتطور بتحول يعني اول شيء ببلش جريب ورشع، بعد شوي بتحول ل بعد 36 72 ساعة ممكن تحول لإنتان جرثومي. وبالتالي من الخطأ بمكان إنه نحن مجرد ما نشعر بأي أعراض نروح ناخذ يعني ما نسميه شائعا حبوب التهاب اللي هي الصادات الحيويه انتي بايوتيك، ما بيصير نحن نروح نتوجه. لذلك خياراتنا بتكون مفتوحه اكثر بالنباتات. انا اليوم فيني اخذ نبات فيه زيت عطري يساعد في حمايه الطرق التنفسيه، وبنفس الوقت انا بكون ما اخذت شيء ياثر على المناعه بشكل سلبي. لذلك دائما بننصح نحن ببدايه الاصابه او اي شعور له علاقه خاصه السعال الصباحي المنتج للمدخنين. في عندنا سعال مترافق مع بلغم صباحي بيكون دائما عند المدخنين، فبيكون مفيد انه نحن نحضر كبايه من هالنباتات ويعني تكون هي عباره عن سلوكيه دائمه للتخفيف من الاعراض المرافقه لاستخدام هذا النبات. ومثل ما قلنا نحن اليوم الاوكاليبتوس يشكل فرصه انه نحن اليوم استنشاق رائحه الاوكاليبتوس العطريه لها دور. ممكن بالبيت نحن يكون في عندنا مبخره او مثلا بالشتويه يكون في عندنا امكانيه انه نحن دائما في عندنا مي وبقلبها اوراق اوكاليبتوس. يعطي هذا التاثير انه شمنا احنا هي الريحه مثل اذا بنشربه يعني؟ طبعا تاثيرات الزيوت العطريه موضعيا او عن طريق الاستنشاق تاثيرات واضحه جدا. المركبات بكميات صغيره تعطي تاثيرات مهمه جدا. والحقيقه خليني اقول اليوم معظم شركات الادويه العالميه اهتمت بشكل كبير بالنباتات الطبيه لاستخلاص مركبات مضاده للسعال. بيضرب مثال عندنا نحن اللبلاب.
اوراق اللبلاب. نعم. كل شركات العالميه اليوم بلشت تشتغل على شرابات مضاده للسعال مشتقه من اللبلاب. صحيح. تمام. طبعا ننتبه اللبلاب ما فينا ناخده نحن مثل ما هو ونشربه، لازم تجرى عليه عمليات استخلاص لبعض المركبات السامه لحتى يصير امن، وبالتالي هو ما مثل ما هو بناخده لازم ناخده بشكل صيدلاني ضمن الشرابات المتوفره بالصيدليات. الزعتر البري هذا فينا ناخده بشكل صيدلاني او بشكل طبيعي عادي. كمان هو من المركبات اللي ممكن استخدامها للتخلص من مشاكل انتانات الطرق التنفسيه وتراكم البلغم والخشع والى ما ذلك. اليوم نحن عم نحكي ايضا عن الخله، الخله السوريه لها دور ايضا موسع للقصبات بالنسبه للاشخاص اللي بيكون في عندهم يعني حاله من تشنج. نحن عمليا ننتبه، نحن اليوم عدم اهتمامنا بجهازنا التنفسي ممكن يوصلنا لمراحل كثير اصعب. ممكن نوصل لمشاكل ذات رئه، مثلا هذا نوع من 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 يعني خلينا نقول اصابات اللي هي يعني صعبه الحل وتحتاج الى الكثير من يعني المداخلات الطبيه. ممكن نوصل لمشاكل ربو تمام وتضيق قصبات ويصير في عنا نوبات من صعوبة التنفس. لذلك اليوم غير موضوع السرطانات اللي هي ممكن تصيب الطرق التنفسية والرئة، وهي كانت صارت شائعة موضوع مرتبط ببعض المركبات الكيميائية اللي عم تطلع من نواتج احتراق خليني أقول التدخين اللي هو التبغ، تدخين أوراق التبغ. لذلك نحن إذا بدنا نحكي بشكل أساسي، نحن اليوم إذا نحن مدخنين وقررنا فعلا أنه نحن بدنا نخفف بدنا نترك، في عنا عدة آليات. أول شيء لازم نحن نستعيد عن هذه العادة بعادة أخرى تخلينا نحن فعلا نحن ما نكون يعني نلهي حالنا شوي مشان ما يضل مخنا يمكن مشغول بالسيجارة. لأنه نحن برجع بقول لك شغلة، نحن ما كل واحد بدخن لأنه هو فعلا بحاجة للنيكوتين. في ناس بتدخن شكليا أنه هالوقت مناسب له السيجارة. أوكي، في حالة السيجارة الإلكترونية. لا لا، بالنتيجة نحن خلينا نقول حتى نحن ما يتعلق في البعض أنه هنا كميات قليلة وما بتأثر إلى آخره، بعد شوي راح وأنا ما بأدمن هيك تتطور العادة أكثر. خلينا مبدئيا نقول نحن دائما بحاجة كمدخنين لأنه نستخدم النباتات الطبية للحفاظ على يعني لنقلل نوعا ما من التأثيرات المرتبطة بالتدخين ونحافظ على صحة الجهاز التنفسي. هاي بالبداية، بعدين فينا نحن ننتقل باتجاه الانتباه إلى صحتنا وخاصة موضوع يعني التراكم في يعني الإصابات اللي ممكن يكون مرتبط ببعض مركبات اللي تناتج عن الاحتراق، وبالتالي خلينا نحن نستعيد بأنواع تانية رويدا رويدا لحتى نحصل على نتائج أفضل. وخلينا نقول دائما نصيحة مهمة جدا، استنشاق شذا وزيوت العطرية لبعض النباتات أمر ضروري جدا لا يكون في عنا ريفرشمنت، هيك يكون في عنا نوع من المحافظة على الجهاز، مثل الخزامة، الختمية، الخبيزة، ممكن حكينا عن الأوكاليبتوس. هاي المركبات كلها ياتها نحن نستخدم هذا الشذا العطري بالدخله، ويعني ايضا الختميه والخبيزه مفيده كمركبات ملطفه تحتوي هي والكركديه على مواد لعابيه بنسميها، المواد هي عديدات سكر بتساعدني ايضا على يعني عنايه بالطرق التنفسيه بشكل جيد. دكتور يعني هلا مثل ما بنعرف انه النيكوتين بس يدخل للجسم ويدخل بالدم له مضار كثيره مثل على الرئتين، هلا في تركيبات معينه من الاعشاب ممكن تخفف من هيدا المضار، يعني كيف بدنا نقدر نوصلها انه شويه تخفف من الوسخ خلينا نقول اللي بقلب الجسم ممكن تطالعه لبرا، غير عمليه القشع البلغم يلي مثلا ممكن ناخذ كاسه زعتر او شيء ثاني مثل ما حكيت عنه، في شيء بفوت عشبي لقلب الجسم ممكن شوي يخفف من حده النيكوتين. هلا النيكوتين كمركب هو مركب له شكل كيميائي محدد. في نبات الشنان اللي فيه قلويد الانابازين يشبه شكله شكل النيكوتين ويستعاد عنه في بعض الأحيان كمعالجات معاوضة. نحن عمليا شو بنعمل؟ إذا في حاجة للنيكوتين نأخذ هذا المركب كمركب معاوض. أما التأثيرات الجانبية الخاصة باستخدام النيكوتين سواء كانت تأثيرات العصبية أو تأثيرات على صحة الجهاز التنفسي فهي حالة تحتاج إلى استخدام مركبات تخفف من هذه الأثار الجانبية، بس هي مانا علاج. نحن إذا عم نحكي عن حالة علاجية للتخلص من هذا الموضوع فنحن نستخدم معوضات الكيميائية أو المنافسات الكيميائية اللي هي بتخفف من حاجة الجسم للنيكوتين، وبالتالي خلال فترة من 15 يوم و3 شهور حقيقة بيكون الشخص يعني تم شفائه من حالة
الحاجة الماسة للنيكوتين. تمام. بيبقى الاعتياد السلوكي. نعم. أما التأثيرات الجانبية الضارة، نحن فعلا بحاجة لاستخدام النباتات اللي هي مانا مقشعة فقط، اللي هي إلى دور مضاد للجراثيم. نعم. التي قد تكون مرافقة لهذه الإصابة. واليوم معظم مدخنين نلاحظ أنه في عندهم انتانات طرق تنفسية. صحيح. وكلمة انتان هي مرتبطة بوجود جراثيم، هذه الجراثيم، هذه البيئة أصبحت بيئة ملائمة لنمو الجراثيم وحاضنة. حاضنة. لذلك نحن اليوم بحاجة لاستخدام، ما فينا ناخذ صوت حيوي إمتى ما بدنا. يعني نحن أنا اليوم بعتبر حالي مثلا إنه أنا مدخن بدي أخذ والله نوع من صادات حيوية، نوع من الوقاية، ما بيصير. لازم يكون في عندي انا صادات الحيويه دكتور، يعني اكثر شيء معنى وقائيه، لانه هي بتقضي على كل شيء، هي بتقضي على جراثيم اذا وجدت وعرفت من هي. اما صح. النباتات فهي بديل مفيد جدا، وفينا نحن نستخدمه بشكل امن بهذا. نعم. يعني دكتور احنا ندعو الجميع لانه يعيدوا النظر حقيقه ب يعني عاده التدخين. صح. اللي هي عاده. نعم. سلبيه، وقدر المستطاع الكل يروح يقدر، من يستطيع يعمل صوره للصدر نشوف فيها بالفعل اليوم نحن وين وصلنا ب يعني. نعم. التهويه الرئويه، وهذا بيوصلنا فيما بعد لقرار حازم. لما الانسان بيشوف حاله انه هو في حاله مرضيه، رح يشوف حاله بالفعل انه هو متوجه باتجاه يعني تقليل او تقليص عدد السجاير اللي ممكن ياخذها يوميا. تمام. بشكل طبيعي، لانه معظمنا عم بيكون في عنده هذه المشكله سلوكيا. طبعا. وما بيعرف شو تأثيراتها. نعم. على الصحة. ويعني دكتور فعلا بيكون في رغبة حقيقية عند أغلب الأشخاص بالخلاص من هي العادة السيئة وتأثيرها على صحتهم. الموضوع جدا مهم دكتور، بدنا نتشكرك، نتشكر كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، نتشكر كمان هي الأعشاب اللي نتمنى كل الناس بكل بيت تكون موجودة، سواء مدخنين أو حتى غير مدخنين. تمام. شكرا لك. كل الشكر. كل الشكر لك دكتور شادي. إن شاء الله يا رب يكون فقرتنا لليوم حققت الإفادة لجميع المدخنين يلي أكيد كلنا بهمنا سلامة جسمنا وسلامتهم أيضا. شكرا كتير لك. شكرا لك. شكرا. أما هلأ بدنا نروح لعريف حما، في أكلة كتير طيبة بيقولوا لها بأجواء رمضان هيك دائما هيك بتظهر، هي الراحة السلمونية. رح نعرف شو هي الراحة السلمونية بالتقرير التالي. الراحة الرمضانية أو الفستقية مثل ما بيطلق عليها أهالي مدينة السلمية في ريف حما، أحد أنواع الحلويات الشعبية مصنوعة من الراحة والمكسرات وبالتحديد بالفستق الحلبي. الراحة الرمضانية راحة تعد في شهر رمضان الكريم وتوضع على سفر الإفطار. عندنا في مدينة السلمية تدعى الفستقية، وهي عبارة عن فستق معجون بالراحة ولها عدة أنواع تعمل بجميع المكسرات، وهي كثيرة المكسرات أكثر من الراحة. تعمل بالفستق الحلبي، بالبندق، باللوز، بالكاجو. طريقة صنعها راحة تطبخ على الغاز مع الفستق، نحن نعملها عندنا هون في مدينة السلمية فستق العبيد. هي أصناف الفستقية ما تسمى، ولا هي تسمى بالمكسرات. الراحة الرمضانية تعتبر أكثر إنتاج بشهر رمضان الكريم، وهي من أطيب وأجمل أنواع الحلويات بالمظهر وحتى الطعم، وبتقدم بشكل دائم على موائد الإفطار خلال الشهر الفضيل.
يعني سالي من الأكلات الطيبة رح نروح كمان لموضوع بهم كثير من الأشخاص. صح. بهمنا حتى نحن كمان سالي بهذا الضغط اللي عم نعيشه. أكيد عم نحكي عن التصالح مع الذات قد إيه له قيمة فعلا جوهرية بحياتنا، قد إيه بحقق لنا ممكن نوع من الرضا، نوع من النجاح بالعلاقات الاجتماعية والنجاح بالوسط المحيط وحتى في ميدان العمل. كل هاي المعلومات أكيد رح تقدم لنا إياها مع كثير من الأجوبة على استفساراتنا مع الأختصاصية النفسية هنادي السلاخ، ماجستير في علم النفس. صباح الخير هنادي، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك هنادي، صباح التصالح مع الذات. اليوم هنادي جايبت لنا دائرة، هيدا الدائرة في حواليها جمل وعبارات ولكن كلها بتصب بهي الدائرة. نحن حنحكي عنها مع هنادي، نتعرف عليها سوا، تفضلي. تمام، حنبتدي أول شيء بمفهوم التصالح مع الذات. كثير من يعني بنسمع التصالح مع الذات، ليش؟ إنه في حدا متخاصم مع حاله، يعني أكيد الناس بتتخاصم مع حالها، الناس بتقسى على حالها. فنحن اليوم بدنا بما أنه نحن بشهر رمضان، شهر التسامح. صحيح. شهر التصالح مع الذات ومع الآخرين، نحكي شوي بموضوع مبسط عن الذات لأنه هي كتير موضوع عميق للذات. فالتصالح مع الذات هي عدم الرفض، التقبل، عدم رفض. شو ما نرفض؟ ما نرفض عيوبنا، ما نرفض ضعفنا، بالعكس نتقبل حالنا كأنه نحن جسد واحد وروح واحدة. صحيح. متكاملة. التصالح مع الذات يعني أيضا أن نبتعد عن المثالية. ما في شخص مثالي، ما في شخص ناجح. ده نحن بنعرف أنه أكثر الناجحين هم أكثر الناس اللي فشلوا. فبعد كل فشل في نجاح. فالشخص المتصالح مع نفسه ولا اللي بده يبلش طريق التصالح مع الذات هو الشخص اللي بده يتقبل فشله وما يصيب بالإحباط، بالعكس هو يكمل. وقت يوصل هو ناجح، وقت يوصل لطريق النجاح، هو حيستمتع بطريق الصعوبات والعثرات اللي وقع فيها أثناء طريقه. فكمان مفهوم آخر للتصالح عن الذات، إحنا وقت نحكي كيف بدي اتصالح مع حالي، أول خطوة بيوقع فيها الإنسان هو النقد. وقت يبلش هو يحاكم حاله ويجلد حاله، في داخل كل إنسان فينا القاضي، القاضي اللي هو بيحاسب حاله. فكتير هون الأشخاص بيوقعوا بنقد ذواتهم. فنحن منقول الذات هي كلما أهنتها أهانتك، وكلما دنيتها حتدنو بالإنسان لتحت عن طريق المشاعر. فكتير بده ينتبه الإنسان للحوار الداخلي، نحن كيف منحكي حالنا. نحن بننقد ذواتنا، ولكن النقد البناء وليس الهدام. ما بدنا نتجه لجلد الذات مثل ما منقول. في ناس كتير قاسين، نحن عم نشوف اليوم حالات عم تقسو على نفسه. بيكون حاطط هدف، بيتعثر هذا الهدف أو ما بيقدر يحقق حاله يوصل لهذا الهدف. فهو هون الإنسان ببلش بجلد نفسه. فالتقبل هي من أهم مهارات التصالح مع الذات اللي هلأ حنحكي عليها ونتوسع وقت نشرح عن الدائرة. خلينا نبدأ مدام هنادي نحكي أكثر كيف منقدر نحقق التصالح مع الذات عبر هي المناطق، يمكن. صحيح. اللي هي معرفتية حضرتك من خلال هي الدوائر مفتوحة عمياء القناع. صحيح. والمنطقة المجهولة، خلينا نشرح أكثر عن هذا الموضوع. نحن وقت نحكي الذات ممكن نقول الأنا، الذات، عشان نعطي تفسير أبل. صحيح. الذات هي عبارة عن مجموعة أجزاء. كثير نظريات بعلم النفس، كل عالم نفس حكى عن الذات بمفهومه الخاص. نعم. أنا حبيت اليوم أحكي عن هذا الشيء بالموضوع لأنه هذا اللي بيحنا بيخلق عنا الصراع. فنحن هون منقسم الذات لأربع مناطق. نعم. إذا بنلاحظ في عنا أول منطقة هي المنطقة المفتوحة. نعم. هاي المنطقة تعرفها أنت ويعرفها الآخرون عنك، يعني شغلات اللي احنا بنعرفها عن حالنا وسلوكيات ومشاعر اللي احنا الآخرين بيعرفوها عنا. هاي المنطقة كتير سليمة بتكون والإنسان بيكون واضح بالتعامل معها. ننتقل للمنطقة اللي الأخرى اللي بتجي بعدين، هي المنطقة العمياء. هاي المنطقة العمياء هي لا تعرفها أنت ويعرفها الآخرون عنك. كتير هاي بتكون خاصة بين علاقة الطفل وأمه. فالطفل أيام هو بيتصرف تصرفات الأم بتكشفه، فبيستغرب الطفل أنه كيف الأم هي تعرفت أنه كيف عمل هذا، مثلا كذب أو سرق أو عمل أي سلوك خاطئ. فهي المنطقة العمياء بتكون غير ناضجة لسه عند الطفل. فمنلاحظ أنه الأم، الأب، الأخوات هن أكثر دراية عن هذا الشخص. وإذا كبر هذا الإنسان وكان ما طور حاله بهي المنطقة، هو حيضل مثل ما منقول يفتعل السلوك وهو مكشوف عند الناس. فكثير بدنا ننتبه لهي المنطقة العمياء وكيف نكونها، انه نحن حتى هالاشياء اللي الناس بتعرفها عنا ونحن نجهلها نحاول نستكشفها عن طريق الملاحظات.
نحن وقت نسمع ملاحظات نسمع نقد، دائما النقد ايام نحن ناخذه للارتقاء وليس للسلب. فخاصه من الاشخاص المحبين، الاقارب، الاهالي، هون بيعملوا معنا ارتقاء بهي المنطقه العمياء. حننتقل للمنطقه الثالثه اللي هي منطقه القناع. احنا وقت نعرف ايام تعريفات الشخصيه بنقول الشخصيه هي عباره عن مجموعه اقنعه، انه الانسان بكل مكان ممكن يلبس قناع ويقيم هذا القناع حسب قناع تعرفها انت ولا يعرفها الاخرين. هاي هون نحن بدايه اي علاقاتنا الاجتماعيه، بدايه مرحله الخطوبه او بدايه مرحله تكوين اي علاقه، مرحله الاقنعه. تمام. غالبيتنا بنلبس منطقه القناع لانه نحن بدنا يظهر احلى شيء فينا. صحيح. واحسن في شيء فينا. عيوبنا. تمام. هي عباره عن منطقه نحن بنعرف العيوب ولكن بنمثل على الاخرين هاي المنطقه. نحن هون بننصح بالنسبه لوقتنا نقول عن نجاح العلاقه بين الاصدقاء، بين الخطوبه، مرحله الزواج، هاي المنطقه كثير ننتبه عليها ونحاول نكون اكثر وضوحا واكثر انفتاح عشان ما يصير عندنا مشاكل بعدين. لانه نحن وقت نمثل حتى على الشكل الخارجي، اليوم نحن صار في كثير عنا تزيين خارجي كثير، فنحن هون بنطلب من اي فتاه اليوم انه تكوني اكثر وضوح واكثر طبيعيه بدايه العلاقه، خاصه بمرحله الزواج لانه كثير عم بيصير عنا مشاكل اليوم، فلا مانع نحن نكون اكثر انفتاح. ومثل ما قلنا اللي بيتقبل الشخص بعيوبه هذا الشخص اللي احنا بنقدر نستمر معه بيه. فكتير احنا كل هدول المناطق انه نكون بالبدايه احنا متقابلينها. ليه؟ لانه احنا ما شكلنا عيوبنا، احنا هاي العيوب اجت عن طريق البرمجه، عن طريق التربيه الخاطئه. صحيح. عن طريق المجتمع. فنحن وقت نكون هون اكثر درايه بهدول المناطق نحن حنقدر نتواصل نوصل للتصالح مع الذات الحقيقي. لنختتم اخر شيء بالمنطقه المجهوله. هاي المنطقه المجهوله لا يعرفها الشخص نفسه ولا يعرفها الاخرين، وهون نحن عندنا بتكون المشكله عند الشخص اللي عنده حساسيه مفرطه اتجاه اي كلمه. يعني نحن بلغتنا بنقول نقوز، انه كل ما حكينا شغله هو بينقوز. ليه؟ لانه هون بيكون عنده مشكله. فهدول الاشخاص اللي احنا بندعوهم انه هو يغوص اكثر باعماقه ويطلعها عن تدريب عن طريق المرشدين. نعم. المساعدين او الاخصائيين. نعم. لانه هي المشكله هون المنطقه هي بتشكل كثير مشكله وبتعمل تصارع مع الانسان، ولا يمكن ان يصل الانسان الى مرحله التصالح مع الذات اذا كان المنطقه المجهوله عنده عميقه. نعم. اكيد. يعني مدام هنادي فعلا الحديث جدا مهم بعد ما تعرفنا على هي المناطق الموجوده داخل الانسان. نتمنى كل انسان يعرف حقيقه ذاته. صحيح. يعرف لوين متجه، شو هي النقاط والسلبيات يلي المفروض انه يشتغل عليها ويحسنها. صحيح. للافضل، يخفف حساسيه مثل ما قلتي. صحيح. بدنا نقول لك شكرا كثير هنادي، يعني عطيتينا هي المعلومات يلي فعلا كل شخص، كل انسان مجبور انه يعرف ذاته لحتى يحقق النجاح بكل وسط. أكيد. موجود فيه. أكيد. كل الشكر لك هنادي طول الحديث. اكيد هذا أكيد الموضوع ما فينا نختصره. صحيح. بهدول الدقائق نحن بحاجه لنقد ذاتنا بشكل موضوعي بشكل بناء، بحاجه لانه نعرف عيوبنا واخطائنا لنقدر نحن نتجاوزها. صحيح. ما ضروري الانسان اللي مقابلنا ينقدنا، لا، نحن بننقد حالنا ونحن رح نصحح حالنا. بنتشكر كثير وجودك معنا، نتشكر هيدي الدائره اللي بتمثل نوع من خفايا شخصيتنا. كل الشكر لك، نورتي صباحنا. اهلا وسهلا فيكي. هلا فرح رح نروح للساحل السوري. في احلى من اللاذقيه؟ ما في احلى. هلا بهالشوبات صار بدها لاذقيه. اكيد حنروح للاذقيه حيث يستحضر العمل المسرحي المسمار الاخير الذي يعرض على خشبه المسرح القومي حوادث تاريخيه بصوره دراميه، منتقدا خيانه الاوطان كخطيئه كبرى استغلها الاعداء لتنفيذ وتمرير مخططاتهم. تفاصيل اوفى مع علا ناصر. بشكل بالمناسبة اللي راح نعرض فيها العرض، يعني هي اللي مقيدتنا. الخيارات محصورة بشي واحد بس. وليش حتى تقيدنا؟ يا أخي نحن ما بالضرورة إذا بدنا نحكي عن وطننا، نحن إسلام أو نرفع شعار. يستحضر العمل المسرحي المسمار الأخير الذي يعرض على خشبة المسرح القومي باللاذقية حوادث تاريخية بصورة درامية، منتقدا خيانة الأوطان كخطيئة كبرى استغلها الأعداء لتنفيذ وتمرير مخططاتهم.
العرض الذي تم إسقاط فكرته على ما تعرضت له سوريا من الحرب الإرهابية تقدمه فرقة المسرح القومي باللاذقية. المسمار الأخير يعني يتمحور هذا العرض حول مفهوم الخيانة وما كان لهذا المفهوم وما كان لهذه الخيانة من أثر سلبي جدا على تأجيج هذه الحرب، وكانت من نتائج آثار مدمرة وويلات كثيرة. الرسالة حابين نقول أنه ما ممكن الأوطان تعيش إلا إذا كان في ناس تنتمي للأرض قبل أي شيء تاني، قبل الانتماء لأي معتقد آخر، الانتماء للأرض هو الأساس. عم لعب شخصية مخرج مسرحي بيشتغل بالمسرح من زمان، هو وفرقته عم يحضروا لعرض مسرحي، وفجأة هيك بيحضر شخصيات من التاريخ تجي بدها تقدم عرض مسرحي، وبيصير صراع بين هاي القصة، وبيصير خلاف على انه نحن كنا بحالة عصف ذهني، وهذا العصف الذهني ادى لاستحضار هاي الشخصيات، ويكتمل العرض بمونولوجات للشخصيات التاريخية اللي هن بطرس الرسول ويهوذا وبروتوس. نحن عم نحاول نقدم رؤية جديدة من خلال هاي الشخصية اللي عمال نستحضرها من خلال هذا العمل، هي وشخصية بطرس اللي كمان أنكر السيد المسيح، وشخصية بروتوس اللي خان وغدر بصديقه القيصر. فهي الحالات الحادثة بالتاريخ عم نحاول نحن نستحضرها لحتى نقول على أنه الخيانة والغدر حتى بالمجتمع مرفوضة وملفوظة، فكيف أنك أنت تخون وطن أو تغدر بوطن وتخونه؟ عمليا نحن عم نقول بمقولتنا هذه انه الخيانة طعن بالظهر، حتى يوصح طعنه بظهره لانه ما مصدق هذا صديقه طعنه. فهذا اللي صار عندنا ببلدنا بسوريا. نحن عم نحاول نقول هالحكي هذا على خشبة المسرح لإيماننا بأنه المسرح حياة. عمل بصراحة يجمع ما بين التاريخي والمعاصر بحبكة معينة وبطريقة معينة شافها المخرج. دوري بالعرض هو واحد من عناصر فرقة مسرحية عم تشتغل على نص معين، على استحضار أفكار معينة اللي من خلالها بيستمر العرض بعد ظهور هاي الأفكار أو خلق هاي الأفكار بمخيلتهم. عند الميدة خانة معلمة وتلميذ أنكر. يستمر العرض على مدى أسبوعين، هو من تمثيل وديع ظاهر ونبيل مريش وفاي الصبوح وغياث سليمة ومحمد أبو طه ومصطفى الجامودي وعصام تفاحة وقاسم عبد الحق وإليسار صقور ولما غريب ومنال الشيخ وغفار منلا ويوسف حيدر وحمزة يونس. يعني سالي هلا وصلنا لفقرة بتحمل كم كتير كبير من الجمال من الرقي، هو أكيد الخط العربي اللي حمل ثقافة وأدب وجمال على مدى قرون وأعوام كتير طويلة، ساهم بتزيين وزيادة الجمال بمختلف مجالات الحياة. أيضا ممكن نشوفه ببطاقات المعايدة، ممكن نشوفه ببيوتنا بأماكن عملنا، بكل مكان عم بيساهم بزيادة نسبة الجمال. أكيد سالي عم نحكي عن الخط العربي. أكيد الخط العربي ما في أجمل منه، وعنه بالخط السهل وهو إعجاز مثل إعجاز القرآن الكريم، لأنه نزل القرآن الكريم باللغة العربية، هو إعجاز الخط العربي اللي دائما حتى بدول الغرب بيسألوا عنه، حتى بلوحاتهم بيحاولوا أنه يكون موجود الخط العربي الخط المميز. لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ أدهم فادي الجعفري، مدرس مادة الخط في معاهد دمشق وكاتب المصحف الشريف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. سعد صباحك. صباح الخير، رمضان صباح كريم. يعني اليوم أستاذ عم نحكي عن الخط العربي، خلينا بالأول نأخذ لمحة عن الجمالية، عن مستوى الجمال والروحانية الموجودة فيه. طبعا الخط هو التدوين،
الكتابة هي التدوين. والعلوم بحاجة إلى تدوين، وهذا التدوين له وظائف في على مر التاريخ، ومن أسمى وأقدس شيء هو كتابة آيات القرآن الكريم. نعم. التي بدأ الخطاط والكاتب بالارتقاء بفنه حتى يوصل هذه القدسية. نعم. إلى الناظر وإلى القارئ. فآيات القرآن الكريم يعني الحقيقة لم يتطور الخط إلا خدمة للقرآن الكريم تماما، وهذا الارتقاء العالي والقدسية وإيصال هذه الآيات والمعاني المقدسة إن كان في المصاحف أو كان في اللوحات. نعم. نعم. فوصل إلينا القرآن الكريم بكتابات بعدة خطوط عبر التاريخ، فكتب أولا بخط الكوفة القرن الأول الهجري، ومر أيضا بمراحل وهي تطور الكتابة وتطور في تدوين القرآن الكريم. أولا ضبط نقاط الإعراب. نعم. وإعراب القرآن، ثم أيضا وضع نقاط أخرى وهي نقاط الإعجام. نعم. فأولا كتب القرآن بدون تنقيط وبدون تشكيل، بعد ذلك بدأ التطور اللغوي والجمالي. نعم. عم نشوف بين إيدك شيء بدك تحكي لنا عنه. نعم. ونشرح أكثر عنه، يمكن بخطوط مختلفة. نعم. ولكن ما صبه هو الخط العربي، ولكن تمام. بطريقة مختلفة بأنواع تصاميم. هي هذه المصاحف الموجودة في المتاحف. نعم. وقد صورت هنا في هذا الكتاب. نعم. على مر التاريخ، مثلا نأخذ من الكوفي القرن الأول الهجري، وهنا في بعد ذلك أيضا تطور الكوفي إلى أنواع أخرى هنا. نعم. في القرن الثالث الهجري، وكيف بدأت التشكيلات ووضع الزخارف والتذهيب بالذهب الخالص. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نلاحظ هذه الجماليات العالية في الحرف وفي إتقان الكتابة، وأيضا التشكيلات بلون مختلف. نعم. أتت بلون أحمر، وأيضا دلالات لغوية وتزيينات بلون أزرق، وأيضا الذهب الخالص الذي زخرف به زخرفت به هذه صفحات القرآن الكريم. أيضا هنا في صفحة أخرى أيضا من الخط الكوفي، أيضا من القرن الثالث الهجري، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة. هنا طبعا نلاحظ جمالية الحرف وكيف التوازي للأحرف وهذا التنسيق. نعم. والتدقيق في الكتابة حتى نصل بها إلى أعلى مستوى من الجمالية العالية. نعم. نعم. يعني يمكن بنشوف بكل نوع من أنواع الخطوط هي لوحة بحد ذاتها مع اختلاف أنواع الخطوط. خلينا نتعرف من حضرتك بلمحة سريعة أنواع هي الخطوط. ليه أوقات أستاذ يمكن نصفن شوي باللوحة بيصعب علينا قراءتها، لكن بنشوف عن بعد يمكن هي لوحة فنية حقيقية؟ تماما. الخطوط لها وظائف، يعني نشأت الخطوط لوظائف معينة. مثلا خط الكتابة اليومية بحاجة أن يكون واضح وجميل. نعم. أما كتابة في اللوحات، مثلا خط الكتابة اليومي يستخدم به خط الرقعة لأنه خط سهل وسريع الكتابة. نعم. أما كتابة اللوحات فيستخدم بها خطوط أخرى. نعم. مثلا خط الثلث، مثلا خط الكوفي، كما نشاهدون المصاحف بالخط الكوفي، وأيضا خط الديواني، خط الديواني الجلي يستخدم بها عدة خطوط حتى نصل بهذا هذه الكتابات الموجودة إلى أول شيء إلى جمالية في عين الناظر. نعم. بعد ذلك هذه الجمالية تنتقل إلى الفهم، فهم هذه. نعم. الكلمات، ثم العمل على هذه الكلمات. مثلا دائما في اللوحات مثلا نأخذ آيات من القرآن الكريم أو أحاديث أو. نعم. أبيات من الشعر أو حكم، تمام؟ هذه لكي تظهر بشكل جميل يسخر لها تكوينات خطية. هذه التكوينات الجمالية
تعطي للوحة جمال وتعطيها أيضا بعد فني عالي. نعم. يعني مثل ما منشوف فرح هنا هذا بدأنا بهذه الكتابة سنتممها الآن، هي رمضان شهر القرآن. نعم. بدأت بها والآن سأتمم إن شاء الله بهذه الكتابة. خلينا هي بالخط الديواني. الخط الديواني خط لين، و هذا الخط يقبل التكوينات. لإيصال إلى الناظر هذه المعاني الجميلة وهذه الأفكار، الفكر في داخل اللوحة. جميل. نعم. راحة للعين لما منشوف خط حلو، لما منشوفه فعلا هو لوحة حقيقية. صحيح. نعم، هي الـ الخط تشتهيد كتبي. يعني نزهة بصرية. ايه تماما. نعم. وهذه التكوينات والمستوى العالي. شو نوع هذا الحبر؟ هذا الحبر حبر مصنع نباتي. نباتي. ايه طبعا الحبر النباتي افضل من الكيميائي اولا في الكتابة. لا بالعكس، رائحته جميلة، جميلة. يضاف لها العطور و مثل الاقلام اللي بيكون. نعم. ونوع الخط اللي عم نستخدمه هذا الخط الديواني. نعم. شو اكثر نوع من الخطوط بتحبه استاذ؟ والله انا احب الخطوط جميعا، لان كل خط له وظيفة استخدام. ولكن أميل إلى خط الثلث أكثر شيء، يعني هو الخط الأشهر. خط شو؟ خط الثلث. الثلث يكون بشكل مثلث؟ لا، خط الثلث هو يكتب به محاريب المساجد، يكتب به الكتابات الكبيرة، اللوحات بهذا الشكل. طبعا هو خط الثلث كان عبر التاريخ الخطوط لها قياسات، فكان يوجد خط اسمه الطومار، خط كبير، فأخذ منه قياسات للأقلام. نعم. الأصغر، خط النصف، خط الثلث، خط الثلثين، لكن الذي استمر هو خط الثلث. نعم. نعم. الآن نشاهد اكتملت الكتابة بهذا الشكل. خلينا نحطها. كان أخذتها الكاميرا، ولكن هي بالشكل الطولي الكامل. نعم. هنا اللوحة بناء رمضان شهر القرآن على طبقات مبنية بناء حتى. نعم. تقرأ من الأسفل إلى الأعلى. نعم. نعم. والحقيقة كما قلت قبل قليل، بعض اللوحات يعني بحاجة إلى تدقيق في القراءة، وهذا يعطيها جمالية. نعم. متعة كمان، شخص أوقات بيصفن قدام اللوحة أنه شو مكتوب. تمام. ويعطيها حركة أيضا. نعم. اللوحة الخطية لوحة متحركة. فعندما أنا أقرأ يجب أن أمشي مع الأحرف بتتابع حتى أستطيع أن أجمع مفردات هذه اللوحة. نعم. نعم. وهذه ميزة تختلف عن باقي اللوحات والفنون. نعم. الرسم، الخط بحاجة إلى تتابع في القراءة. نعم. أستاذ، لما بدنا نحكي نحن عن الخط العربي، وسواء من جماليته وآلية كتابته وكل شيء، هو أكيد بحاجة لحالة روحانية لحتى الشخص يقدر يوصل لهذا المستوى من الجمال. بده دقة كتير كبيرة، بده هدوء، بده تركيز، بده حتى نظرة جمالية بتختلف من كم من أستاذ لآخر. قد بتوافقني الرأي؟ شو بتحب تضيف كمان أنه ميزات الشخص اللي فعلا قادر ينجز لوحة مثل ما تفضلت وعملت هلا يمكن بدقائق معدودة؟ نعم، الحقيقة كل خطاط يضيف من روحه في الكتابة. نعم. يعني إذا شفنا لوحات لعدد من الخطاطين بدون توقيع، نستطيع أن يعني إذا كان طبعا هذا الخطاط بصمة. مشهور بصمة، نستطيع أن نعرف هذا الخطاط من هو. نعم. من خلال كتابته وأسلوبه والروح التي يضفيها في اللوحة التي يكتبها. نعم. يعني العلاقة بين اللوحة والكاتب علاقة وثيقة جدا. وأيضا بحاجة هو إلى مستوى عالي من الروحانية حتى يستطيع أن يكتب، واستعداد نفسي، وخاصة. نعم. كتابة آيات القرآن الكريم بحاجة إلى تفهم هذا المعنى، معنى هذه الآية أو الحديث أو بيت الشعر، حتى يستطيع أن يكتبه بشكل يصل بالكتابة إلى الناظر ليفهم هذه الكتابة. نعم. وكثير من اللوحات لها استخدام ودلالات في بالشكل تفيد المعنى. نعم. يعني الشكل يعطي فائدة
للمعنى المكتوب يصل بالقارئ إلى يعني وقع في نفسه لهذه المعاني بشكل أكبر وأوسع. نعم. نحن في المصاحف دائما يعني نقرأ الآيات بتتابع، لكن نأخذ بعض الآيات ونضعها في لوحة، تمام؟ هذه ما الهدف من هذا الشيء؟ أول شيء شيء جمالي، شيء آخر تركيز هذا المعنى في الذي تعطيه الآية. صح. مثلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تمام؟ صح. عندما أعلق هذه اللوحة في الآية في منزلي، تمام، وأقرأها دائما سيستقر هذا المعنى في قلبي، ثم ينتقل إلى الممارسات اليومية. نعم. والعمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني فهذه الآيات وتمثل هذه المعاني من خلال هذه اللوحات التي نراها، اللوحات الجميلة. نعم. يعني مثل ما حكيت أستاذ، حضرتك مدرس أيضا بمعاهد دمشق، بتدرس كمان. نعم. كيف عم بتلاقي هيك الشباب لتقبلهم لهذا الخط الجميل؟ قديش مثل ما حكيت أنه كل حدا بيعطي من روحه لأي لوحة أو أي كتابة معينة، كيف عم بتلاقي التجاوب؟ كيف عم بتلاقي الشباب؟ تجاوب كبير جدا. تمام. الحقيقة الخط فن فطري. نعم. يعني كل الناس بيحبوا الخط. صح. مثل ما قلتي. نعم. أول شيء أيضا حتى الأجانب، أنا كان عندي عدة معارض في حلو. دول غربية، الزائرين لا يعرفون اللغة العربية لكن يتمتعون بهذه الجمالية. نعم. جمالية الحرف. فالطالب عندنا عندما يكتب بشكل جميل يشعر بسرور في داخله. أكيد. والحقيقة يعني أيضا في تحسين خط الطلاب، لا يستطيع الطالب أن يكتب بخط جميل إلا إذا أراد هو. يعني هو أولا الدافع منه الذاتي. نعم. لكن إذا كان إجا المدرس قال له بدك تكتب خط حلو وركز عليه بهذا الأمر. نعم. لا يكتب إلا إذا أراد هو. نعم. يعني نابع منهم. والنتائج التي نراها في المعاهد نتائج مذهلة، والطلاب كلهم يعني يهتمون بالخط ويبدأون بالتقليد وكتابة اللوحات وكتابة. صحيح. أستاذ فادي، يعني يطول الحديث الممتع معك، يعني وأيضا نتمنى لك كل التوفيق بتدريسك بالمعهد وغيره. شكرا كثير لوجودك معنا، نورت صباحنا، وشكرا لهذا الخط الجميل اللي أضاف شيء جميل لنا. أكيد بدنا نكرر شكرنا لحضرتك، بدنا ننوه إنه حضرتك كمان ساهمت بتخطيط المصحف الشريف طبعاً، وقيمة جمالية عم نشوفها أيضاً، شفناها بهي اللوحة بخلال دقائق معدودة. شكراً كثير لوجودك معنا. شكراً لكم وكل عام وأنتم بخير. شكراً. أما هلأ سالفة، صار الوقت لحتى نروح إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير علا. يسعد صباحك فرح، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم وآخر الأنباء، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه تحل مناسبة يوم القدس هذا العام مع اشتداد التآمر الأمريكي الصهيوني وسقوط كل الأقنعة عن العداء الأمريكي المستحكم للأمة العربية. المصدر أشار إلى أن قرارات الإدارة الأمريكية لن تغير من حقيقة الأمور بأن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربية الهوى والانتماء، وأن كافة الأراضي المحتلة والحقوق العربية لا تسقط بالتقادم وستعود إلى أصحابها طال الزمان أم قصر. ولفت المصدر أنه في يوم القدس العالمي تجدد الجمهورية العربية السورية تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الباسل وأهلنا الصامدين في الجولان العربي السوري المحتل، ودعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وعودة الجولان إلى سوريا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات على تجمعات وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي ردا على اعتداءاتها المتواصلة على نقاط الجيش والقرى الآمنة. وأفاد مراسل الإخبارية أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت رمايات على أوكار ومواقع انتشار وتحصينات إرهابي تنظيم جبهة النصرة في أطراف الهبيط وكرسعة وترملة وسرجة بريف إدلب الجنوبي. بدأت في مدن إيرانية عدة فعاليات يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والذي أطلقه السيد علي الخميني مرشد الثورة الإسلامية في إيران عام 79، وأصبح تقليدا سنويا في إيران وعدد من الدول العربية والإسلامية للتعبير عن رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني. في خبرنا الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض على جميع السلع من المكسيك تعرفة جمركية بنسبة 5%، وبرر ترامب هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران أن هذه الضرائب ستبقى طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكية. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا علا أبو خضر من غرفة الأخبار، وأكيد هلأ بدنا ننتقل إلى حلب. حلب يلي جمعتنا وما زالت عم تجمع بمشاركة أكثر من 120 شركة تجارية استمر مهرجان الصيف تحت عنوان حلب بتجمعنا، بذلك في الحديقة العامة في حلب. تفاصيل أوفى مع زميلنا أنس رمضان. يستمر معرض الصيف بنسخته الأولى بعنوان حلب بتجمعنا، وذلك في الحديقة العامة في حلب وسط مشاركة 120 شركة بين غذائية وكيميائية وألبسة. الحمد لله رب العالمين، حلب رجعت آمنة للأمانة ولقاءاتها، والحمد لله رب العالمين أنه نشوف حلب أنه رجعت للأمان، والشركات اللي رجعت الحمد لله لكل شيء، ومنتجات الوطنية الحمد لله على طول على أحسن. نحن كل يوم والتاني عندنا منتج جديد، الله مثل عندنا منتج الفريز والكرز، هدول منتج جديد. شايفين الإقبال الكثيف على المهرجان، مهرجان الصيف مستمر لغاية وقفة عيد الفطر السعيد وأول أيام عيد الفطر السعيد. الأسعار محطمة للسوق مثل ما شايفين عم يحصل الزائر الحلبي والشريحة المستهدفة من الزوار على كافة المنتجات، ملبوسات غذائيات وكافة المنتجات من الترفيه والتسلية والخيمة الرمضانية كمان بأسعار مي مثل برا. وأكد أصحاب الشركات المشاركة أن الأيام الأولى شهدت إقبالا كبيرا من قبل أبناء حلب لعدة أسباب، أبرزها أن حلب تعشق عودة الحياة إليها وجودة المنتج الوطني. المعرض كتير ناجح وكتير منظم ومرتب، قررت أنه أشارك فيه، يعني كتير جيد وممتاز. كتير والله مبسوطين الحمد لله، وخير رمضان خير علينا وعليكم يا رب. أجواء حلوة وشعب حلب دائما بيضل حلو مثل المهرجان تبعه، يعني كل شيء مهرجانات حلوة تصيرون بحلب. إن شاء الله كل رمضان وأنتم بخير. كتير جو حلو بما أنه أول سنة بعد الأزمة اللي بحلب صارت، جو كتير حلو، في كتير عالم هيك تنشطت مثل ما بيقولوا بالطرقات بالحديقة. انبسطنا كتير أنه رجعت فعاليات حلب ان شاء الله مثل قبل وافضل. جايين احنا والاهل جايين لحتى نحس هيك شوي باجواء رمضان، نسترجع الايام الماضيه، ويعني هيك نشارك ونحس بالاجواء وننبسط. والاجواء طبعا مثل ما عم تشوف عجقه كثير وكل شيء متوفر، هذا الشيء عم بيخلينا نتاكد انه شو ما احتجنا هو اكيد موجود بالبلد. واشار زوار المعرض على ان ما يقام بحلب يعيد دوران الصناعه والتجاره والاقتصاد بشكل كبير، كون حلب مدينة مهمة في هذا الشأن.
أكيد سالي وصلنا لفقرتنا الأخيرة، فقرة جدا مميزة بتحمل كم كتير كبير من الحالة كمان الروحانية اللي بتحملنا لعالم تاني هو عالم الفن والموسيقى. أكيد رح نتعرف على آلة كتير مميزة وموهبتين لشباب فعلا مميزين، هني خالد البهنسي وأنس الحلبي اللي عم يعزفوا عزف فعلا خارج المألوف واستطاعوا يشقوا طريق جديدة فعلا بعالم الإبداع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير، شكرا. أهلا وسهلا فيكم. مثل ما بنعرف الموسيقى هي غذاء الروح، تنقلك من عالم لعالم آخر. يعني خالد البهنسي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية واختصاص أنت هندسة صوت أيضا بسوريا، يمكن الأول لآلة اسمها الديد جير جريدو. ديدي جريدو. ديدي جريدو. تمام. أسماء صعبة بكون تساعدونا فيها. أكيد ومنتج موسيقي لشغلات يمكن مستقلة. تماما. وأيضا أنس الحلبي المقيم بدبي، حمد الله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا لك. وأنت أول عازف عربي للهاند بان. نعم. من سوريا. نعم. حبك للموسيقى كان بيدفعك دائما لتتعرف على كل شيء جديد، كل شيء غريب. ويمكن تعرفت عبحث الهاند مان، يمكن خلينا نحكي عنه شوي بهيدا المرحلة. تسلمي لي. أول شيء صباح الخير عليكم. يعني أنا كتير مبسوط أني لأول مرة موجود بسوريا وعلى قناة سورية. شكرا لاستضافتكم الجميلة. بالحقيقة أول شيء موضوع الهاند بان هي آلة سويسرية الأصل. مثل ما شايفين عبارة عن معدن. هي مبدأ بسيط وجميل، وأجمل ما فيها أنه هي الموسيقى تسمى البسيطة أو الموسيقى الحقيقية أكثر أو الطبيعية. هذا أكثر شيء خلاني أني أتعلم هاي الآلة وأني أبحث عنها وأحصل عليها. نعم نعم. يعني خلونا بالأول نسمع شيء، بالأول نتعرفونا على الآلة اللي حتعزفوا عليها، وحابين نسمع شيء من حضرتكم. أكيد أكيد، من شرف. سلم ايديكم ويسلم في مايك. ثانك يو ثانك يو. يعني خلينا ننتقل شوي لخالد، نتعرف اكثر على هي الاله. شو تاريخها؟ ليه يمكن ما انا كثير مشهوره مثل باقي الالات؟ يعني ما كثير يمكن بنشوفها اليوم. تمام. الديديجيريدو هي اقدم اله نفخ بالحياه. نعم. من اصل استرالي، عمرها تقريبا 4000 سنه. بيعزفوا القبائل الاستراليين الاصليين، اسمهم الابوريجينيز. كانوا يستخدموها للتامل، للطقوس الدينيه، يعني بشكل هيك تقليدي وقبائلي وروحي. نعم. بعدين انتشرت بكل العالم، يعني تقريبا يعني ما في دولة ما فيها حدا بيعزف ديديجيريدو بالذات بهذا الوقت. الآلة تخطى استعمالها الشيء التقليدي او الشيء القبائلي، صار بيستخدموها بالمودرن ميوزك، بالالكترونيك ميوزك، في لها فاستيفلز بفرنسا بهولندا، في مسابقات للديديجيريدو. فهي آلة يعني كتير مشهورة على مستوى العالم، بس هون بسوريا يعني كانت مو معروفة. أنا من حسن حظي وبشرفني إنه أنا قدمت
حلو. هي الآلة إن شاء الله هيك تكون. الشباب أيضا بيتعرفوا عليها أكثر وبتصير مثلها مثل الآلات اللي عنا معروفة، يعني عم نشوف غرابة حتى بالشكل. أنا أول مرة أشوفها لهذه الآلة وبتعرف عليها للصراحة. رغم حبي للموسيقى ولكن أول مرة بشوفها. رح ننتقل لك أنس لتحكي لنا عن المهرجان اللي لعام 2019 تحت اسم هو فاشن شو أورز. تمام. اشتركت فيه بأبريل 2019. فصراحة شرفني أنه تم اختياري من بين عدة عازفين بالعالم. الفاشن شو كان هو بينعمل بشكل سنوي مرتين. وعملناه آخر فترة بدبي وكان فعلا مميز جدا يعني. وبالإضافة إلى أنه كان حضروا يعني فيني أقول لك عدد كبير من المصممين العالميين، في حدا من جافالي وفي أرماني وفي يعني، فكانت فرصة كتير جميلة. وأحلى شيء صار أنه مثل تم انتقائي لحتى أعمل معهم شو بإيطاليا هلا بشهر 9. فنوعا ما الحمد لله كانت فرصة جميلة يعني، وكانت تجربة فعلا جميلة. وهي أكثر شيء فيني أقول لك مثل نقلتني على السوشيال ميديا، لأنه الفيديو تبع الفاشن شو انتشر، هو انتشر نوعا ما. فصار يعني صار في شمولية نوعا ما بالنسبة لنا يعني. أكيد ميديا بتستاهل كل التوفيق وكل النجاح. ونحن فعلا مبسوطين أنه في هالشباب سوريين بهذا المستوى من النجاح والرقي. خلينا نتعرف شوي على الآلة وبدنا نرجع نستغل الموقف. نحن حابين نسمع أكبر قدر من التوفيق. تسلمي لي. هلأ في قطعة اسمها شجون، هي يعني مثل ما بدي أقول تأليف، هي نوعا ما تجربة موسيقية جديدة. حبيت أدخل عليها آلة الجرودة مع صديقي خالد، فإن شاء الله تعجبكم. تفضل. احلى من هي الموسيقى. الهاند مان يعني خلينا نشوف في تناغم بيناتهم. في تناغم عن جد. حتى مستوى العالم اذا بتكتبي ديجيريدو او هاند مان حتى هدول الالتين تمام. هدول يعني في تناغم بيناتهم مثل ما بيقولوا. في تناغم مثلا خلينا نقول بين العود والقانون. هيدا الشرق كثير مو في تناغم كثير كبير. حابين نعمل شيء بسوريا، يكون لنا مثلا هيك مثل حفلات صغيره بسوريا نبلش فيها هيك صغيره وكبيره. لا هي خلينا نحكي في شيء مشاريع لكم هون. والله هلا حاليا بالنسبه لسوريا في تنسيق مع وزاره الثقافه. نعم. بسبب الاجازه الصغيره يعني حاليا بالبلد في هيك تنسيق صغير، بس ان شاء الله في شغلات قادمه. وان شاء الله في انا وخالد راح يكون في عنا ايفنتس بتايلاند وبالهند بشهر 8 وبشهر 10 ايضا.
وان شاء الله راح اخده مع ايطاليا اجباري عنه. شكلنا راح نخليكم نحن بسوريا ما في ايطاليا وما في محل ثاني. يا رب شكرا اكيد بتشرف تسلمي لي. اكيد اليوم عم نشوف مثل ما قالت سالم انسجام وتناغم كثير كبير، لكن اذا بدنا نحكي عن الاله بيقولوا كل شخص بيعزف على الآلة يمكن اللي بتشبهه اللي بتاخد شوي من روحه، قد ايه بتشوف هذا الشيء فعلا موجود بالنسبة للآلة اللي عم تعزف عليها؟ 100%. أنا بصراحة بلشت عزف على الموسيقى على الجيتار من تقريبا 10 سنين، أخذت دروس كنت أنا وصغير معاهد الشبيبة ومعاهد الموسيقى، بس وقت درست هندسة صوت، هندسة الصوت فهمتني الموسيقى بطريقة تانية، خلتني اطلع على الموسيقى بوجهة نظر مختلفة. أنا عم حاول اختص بشيء اسمه له علاقة بالإثنوميوزيكولوجي، يعني الموسيقى العرقية، موسيقى الشعوب. فالديديجريدو هي من أهم الآلات اللي علاقة بالإثنوميوزيكولوجي، الموسيقى العرقية. في الجوهر الآلة الثانية اللي بعزف عليها. فأنا هذا اللي عم حاول اختص فيه، بحس الإثنوميوزيك الموسيقى العرقية بتشبهني، بتشبه روحي. والديديجريدو هي نفس، يعني ما فيها ولا زر ولا أي ميكانيكية، هي تعتمد على 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 نفسك، على كيف الواحد عم يشتغل بلسانه بصوته. فهي تماما تعطيك مجال انه روحك صوتك نفسك هو اللي لهيك غيرت عن الجيتار بتشبهك اكثر. خلينا نقول اكيد كمان اذا بدنا نحكي عن هي الاله خلينا نتعرف عليها اكثر، يعني مثل ما شفنا هي الاله عم تعكس ثقافه شعوب، عم تعكس ثقافات مختلفه، خلينا نعرف اكثر عن هي الاله. الهاند بان هي اله فيني اقول لك هي احدث اله، يعني اله موسيقيه، هي نزلت في 2001. مصدر الاله سويسرا. هي آلة كانت طلعت من مصنع آلات إيقاعية، لكن حبوا إنه يطوروا الآلات الإيقاعية لتعمل تون، تعمل نغم. فلذلك قلت لك شوي 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 تطورت، كانت عبارة عن ثلاث نغمات، بعدين صارت 9، بعدين هلأ صار في توصلت للعشرين تون بنفس الوقت. فيعني إن شاء الله إنه في إلى مستقبل كتير جميل، وخصوصا هلأ يعني حاليا عم نحاول أنا وخالد ندخلها بالموسيقى الشرقية. يعني يطول الحديث معكم، جدا استمتعنا، وقت قصير دعمنا الوقت، يمكن حكينا ما حسينا احنا بالوقت، نحن بنفتخر بشبابنا السوري يلي عم بيمثلنا سواء باي دوله. يعني نحن رح نختم مع مشاهدينا وتخليكم، لانه نحن ما نختم على الموسيقى معكم اكيد فرح. نحن وصلنا لنهايه صباحنا لليوم، ان شاء الله يا رب هيك يكون صباحنا حقق الفائدة بفقرات عديدة ومتنوعة كنا معكم فيها من قصر اللؤلؤ مشاهدينا. يعني وقت داهمنا، كل الحب لكم، يعطيك العافية فرح. يعطيك العافية سالي. بدنا نقول دائما مسك الختام نغمات جدا مميزة من شبابنا، نتمنى لهم كل التوفيق. تفضلوا الشباب.